طبعا يا استاذ من اشهر الناس اللي بدوا حياتهم الفنيه في بورسودان الاستاذ المرحوم مصطفى سيد احمد. هو كان طالب في بورسودان وكان بيقرا وبدا بداياته الفنيه كلها كانت في بورسودان. يعني كثير من الفنانين جو من ولايات اخرى وجاءوا استقروا عندنا في بورسودان لانه هو لقوا يعني المكان المهيأ يعني بصوره جيده انه يقدروا يقدموا حاجاتهم من خلاله. استاذ ياسر ما عرفتنا برضو بنفسك، يعني معلش انا كان المفروض انا عرفنا بنفسك تماما اكثر يعني. ايوه انا بس لانه طبعا الكلام هبشني كده عرفنا ده ما جاي كده لازم نتكلم. عايز لو سيب الخبز لخبازه يعني، لكن طبعا ياسر بورسودان معروف يعني للناس معروف بس معروف عشان كده، لكن برضو نعرف المراحل والحاجات والبدايات. بالمناسبه قبل المراحل دي استاذ ياسر ده طبعا كان حارس مرمى كمان كفر وتر يعني كفر وتر يعني كان بيلعب في نادي الشاطئ على مصر الشعلة. ايوه يعني حارس مرمى يعني تخيل الشخصيه دي كده حارس مرمى يعني يعني ما شاء الله يعني كفر وتر يعني. نعم وحارس الغنى. ايوه حارسين الغنى. انا طبعا ياسر ابراهيم عبد السلام من